بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب قرن لباطني اللحات يكمد من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صحائف من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت، أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العماد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث كدراء أبي هريرة يكسب سنة عقوبة أي عذابك لو تلقى روحي زكاة بحين وآية. أي شيخ أدن بيسي كتاب الزكاة. حديث أبي هريرة يا حديث بضم بمعنى حديث قوت المام دون كتمت كحديث جابر في صحيح مسلم وحديث أبي أمامة وأبي ذر. حديث بضم بمرك معناها وحديث قوت المام كتمت ومرك آديات وقد ديرسي مسلمين تانا وقد دكتي إني زكا فوضيستان أما إكتغان أما هنتدو ذا زكين وايا. نبي عليه الصلاة والسلام وحوري: ما من صاحب ذهب من ذهب لم تشره. ما من صاحب ذهب نين ذهب هاي استلعق ذهبه أما بالله ذهبه أما ويل الذهب ذهب وحد دونها النقض ذهب قاسو مركز زكي أو دقيب على جه الله يا وقاري نصاب كأنه صوشي نسيديت نشان تجرامها. ما من صاحب ذهب نين ذهب لم تشر ولا فضة أما فضة قلن بيسو ما دوي هذا مركا نوع نصاب مرشان بقول سغاشن شان غرام هدي غادو اني زكينيس نين كاسو لا يودي ان غدنين منها من الاموال من الذهب من الفضه من هذا فضه بلو عليه لكن حملو جدا ذهبيه فضه واسكمت لا يؤدي ان غدنين حقها حق يدي يا زكدي دي ومنها من الفضه والذهب وكالزكاء زكاء يا ذهب نينك هيستون كزكينين إلا هدو جرى أحد كأسقعه. إذا كان يوم القيامة مالك قيام مرك الله قاره صفحت وحالو كلبحن وحالو بلارين تصفيح وإن شيء معدن كلا أما النحاس تيا مارتو كلا أما برتو كلا للدبيو ولا قراعو ولا كلا فتشو سيدا تشينقدو كلا لغردقو حاشو كلا الله في ذي برتي أتكيد أما معدن تيا مارتي النحاس تي سي مركا وحل الدون يلوغ الطوبة صفي حد وحل لوك لبحن الله بلارين له ننك أزغا صحائف صفائح أفن صفائح ومن نار النار صفائح هو جمع صحيفة صفيحة وأنا ما يطبع مما ينطرق كالحديد لحاف بالوغا دقيا لك لبحن يا برتي أذكيت يدهب كأهيد وبحن ويكزكين واي يلا الدبين يوالا دلالين ليا مرا لغا دقي أما تشين كذا كا لقى دقي في ذي الصدوق كلي اللي معلم بيا هيدا يا نبى الله دلالنا هي صف في حد وحاله كلا في دين صح له نينك إذا كذا بحنوا يا صاحب ذهب كأها أما صاحب فضاها صفائح مريا الله كلا بحن أما تشين كذا الله كلا بحنوا من نار النار أه ضب لقى دقي ما أه ذهب كا تقارني نار بلقى دقي جهنم لو شدها هي مك جانا ملوش أيضا مرك ولا ليس أي لغوص بحنية فأحمي والله كلين يا ولشدة يا عليها دش هذا في نار جهنم جهنم أي لغوص كلين يا لغوص الشدة يا نار جهنم هي النار ضب كودي وكليل كود ضب كادون كميت كأو كل تضبات بع بديرين تضبات لا بلابوي طب كأنه وين هذا استعمال لآدي هذا كل بلاية ده طب كباسين كبترول كشذال كسليدها وحيابها كورنت هذا وحيابها صانه آد أين ولد درن أو طب كأو خطر سنة ميت كأنه أو خطر سنة الدنيا ده طب كآخر وحوك ديري هاي
todobaatan jeer buu ku soo labanlaabmaya. Maalkaadi baa marka dhuxulo naareed laga dhigi, kadib baa lagugu gubaya. Fayuxmiya waa la naari calayha, ayadii safaaixdii baa lagu kulaynayaa fii naari jahannama, marka lasoo kuleeyo fayukwa waxaa lagu gubayaa bihaa safaaixdii, birihii la kala baxshay, dahabkii la kala baxshay ee la fidiyey jingadihii, jambuhu dhinaciisa dhinac lagaga dhajinaya. Wa jabiinuhu, iyo dhabankiisa. Jabiinku waa dhinaca waa dhafoorka ama dhabanka waxa u taqaanaan asalkiisu, kaasaa la yidhahdaa. Dhinacoo dhanna waa la iska yidhaahdaa. Fayukwa waxaa lagu gubi bihaa jingadihii naareed ee maalkada laga sameeyey, jambuhu dhinaciisa lagu gubayaa, iyo wajabiinu dhafooradiisa, iyo wadahrow dhabarkiisa. Dhinaca lagaaga dhajin, dhafoorka lagaaga dhajin, dhabarka lagaaga dhajin, meel walba lagaaga dhajinaya, oo iyadoo dab iyo naar ay kugu dhagaysaa, iyadan billaah. Kullamaa baradad, mar walbay qabowdana, uciidad lahu, waa loogu soo celin. Mar walbay qabowdo, waa laga fujin. Naarti baa la timbinoo la gelin. Markay caddaato, yaa lagugu dhajinaya haddana mar labaad. Dhacaankaadii bay dhuuxaysaa, aday ku gubaysa. Markaad dhuxulowdo, ayadna ay qabowdo, yaa lagaa fujin, haddana waa lagugu soo celinaya. Jahannamaa la geyn, kadibna markay soo caddaataa lagugu dhajinaya, ciyaadan billaah. Kullamaa baradad, mar walbay jingadahaasi qaboobaan, uciidad lahu, waa loo soo celin ninka isaga ahaaye zakada bixin waaye, fii yowmin kaana miqdaaru 50,000 sanatin mima tacuduun. Riwaayadii Jaabir baa ku dartay. Muddo intee la eg baa sidaa ruuxa loo cadaabaya. Zakada bixin waaye ee xaqi Ilaahay iska dhiibi waaye ee xaqi masaakiinta bixin waaye, muddo intee la eg baa maalkiisi lagu cadaabaya. Intaan naarti weyneed la geynin ama aan rabbi u naxariisanne janna la geyn. Fii yowmin, maalin gudihii baa sidaa loo cadaabaya. Kaana miqdaaruhu, qadarkiisu uu yahay 50,000 sana, 50,000 oo sano, mima tacuduuna fi dunya, adduunka marka loo fiiriyo. Sidaa waxaa lagu cadaabayaa maalin aakharo. Waa hal maalin oo aakharo wey. Maalinka aakharo wuxuu adduunka u dhigmaa maalmaha adduunka marka loo fiiriyo 50,000 oo sano. 50,000 oo sano waxbaan ka booday. Xataa yuqdaa, ilaa la kala xukumo, bayna alcibaadi, addoommaha inta ka dhaxaysa. Ilaa ilaahay addoommaha kala xukumaad u bannaankaas banka qiyaamaha taagan tahay. Jingadaha naarta lagugu cadaabayaa, bogga, beerka, dhabanka, dhinacyada, meel walba lagaga dhajinaya dhabarka. Oo fayaraa, uu arko sabiila, uu jidkiisa uu arko. Marka xukunkaadi la gaaro, loo kala xukumo, lagu miisaamo, kadib baa meeshii rabbi kuu qadara marka ee qalinku kugu dhacay camalkaaduna uu ku geeyaa lagu geyn doonaa. Laakiin inta ka horeysa zakadii baa lagugu sii cadaabaya. Oo fayaraa, uu arka sabiila, uu jidkii uu qaadi lahaa, imaa ila aljannati, xagga janna inuu u qaado, wa imaa ila annaari, inuu naar u qaado. Marka zaka hawsheedu halkaasay taagan tahay, waa ka daran tahay. Riwaaya xadiidku leeyahay, waxaa ku yimid, maa min saaxibi dahabin walaa fidatin, meesha ah maa min saaxibi kanzin laa yuaddi zakaata kanzihi ilaa jaa bi yowma alqiyaama wa bikanzihi. Nin walboo kayd iyo hanti adduunya lahaa oo ka zakayn waayey, asaga iyo hantidiisii adduunya kanzigiisii baa la wada keenaya aakharo. Kadibna xadiidkii dheeraay haddayn maraynay buu dhammaystiray. Riwaaya kale xadiidku, maa min rajulin, maa min saaxibi dahabin, meesha ah maa min rajulin laa yuaddi zakaata maalihi, ma jiro nin iyo qof iyo axad aan zakada maalkiisa bixinaynin ilaa sidaasaa loo gelay haddaad soo marteen. Wa fii riwaaya, ilaa jucila lahu shujaacan min naar, mas iyo abeesa naareed baa lagugu sii daynaya. Maalkaadii baa abeesa laga dhigaya masas oo naara isku kaa duubi luqunta, kadibna ku cunaya hantida. Marka ammaanada ee xaqu naas Ilaahay ka bixiyay, idan yidhi haddaad ka bixin weydaan, sidaan baa laisu galahayaa. Nin walbaaduu marka jaanis haystaa. Qiila, waxaa la, yaa rasuulla, rasuulka Ilaahayow, fal ibulu, dahab iyo fida garanay in laga dayriyo balaayo laga dhigaye, geela bal ka wara asagu, ninka zakadiisa bixin waaye. Qaala nabi, wuxuu yihi, walaa saaxiba ibli, ma jiro, maa min saaxibi ibli, walaa min saaxibi ibli, nin geelana ma jiro qof geel dhaqda. Geelaasoo zakeeyo dageeyay, zakadiina bixin waayo.
لا يؤدي أن بحين منها من الإبل حقها الزكاة دي هي وحي لها المال حقوق بدن باقي الأولى هي حقوق بدن با الأولى الذهب يفضل زكاة بس ما حقوق بدن باقي إنصارا. طيب في المال حق سوى الزكاة سيدا الراجحة الدليل آية تلمام يسو مالك حقوق بدن با الأولى أن زكاة أهين وكالإرادة لا يؤدي أن قدن إن منها من الإبل حقها زكاة هذه حقوق دي ومن حقها أبو النبي قيوري حق جيل كوا جبال لقرب وحاكم إذا حلبها اللي سيد هذا اللول سمرتدا إيا مضانها إيا مسافرك يوم وردها مالك عيل جوكت أرور تاي جيلو مالك عيل كتشوغ سوى أرور السبدة تشوغو مرتدا كسور دعيسة سعوتة سعوتة مسكين كقرد حنول إيه سوى إدراعي إن اللول سحق إذا كمدا أدم قبلني ماذا وايد ما تي حاجة سد حياة جيل لا لا حوردة هي كريدة أكو قيلة أنا هو الإيبين هي والوكا تجاوشاس إذا كآخر وحكوك ومن حق من هو حق إذا وحكم إذا جيل زك إسكا ورافي حلبها إن لول سجيل أسي يوم وردها ما لك عيل جوكتاي يوم ورد نبو حقوق قيدة يا وقيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له أنت بدن جيل مركو حسابة تشوقي عيل كتشوقة أرور كي هاي با قرمو كل كي جيل هاي بلا قدر ما أنت مساكين تكوسو إسكوسو بيكتا مرتدا كوسو اللي حتى والعيل كي بلا نقول حين نفك لما هاي إني كل جيل عبا يكواي من عنك عانا دني والقو حساب تما ما دام يصير بدن طيب النبي وقو هذا القبص ده موين والله ميت جيل ودوك ستاقة يعني إنك مسكين كوسو اللي وين لقى عان لسه أسوأ فردي وحرض هدي ما دوا وين لقى عان لسه وحقوق الاسكولة هاوي النبي حقوقها القبصة دايمانك أروري هاي عيل شوقي سبت شوقه واسيدة بضان إن لغوك كلمة ومالمها لغوك كلمة وإذا حضر القسمة طوك لو صدرت هذا الشرعات دي ننك بيريلي ده إنو بيرتي سهبين كغوستو ننك بيريلي بنساق أبح هذا بضر أبحو وحضر بحل إفتين إنو قويو بيرت ويولو إذا يهيل كده لصور رعية قيلات إذا مساكين كسو اللي حدانو دور حوار دور صبور الله سيئي نين صاب وين انت اللي بيح اللي قدي وين ماشي الاسكوي مات هبي النما ان وحي لاقو حب صدو وقنمو ومساكين تبير تريبي قول ما لقوين قور ما لقو قلت يدي و هالي سوي لما اقول قيلو هدو سويت شوقي هدي بير لقوين ايه ووحي قوبا النما لقو وقا وين لقاهلو رواية جابر وحل سعوت ومن حق حلبها يوم وردها وإعارة دلوها وإعارة دلوها بنبي قدره وذانت إذا إلا إسعارية كم إذا حق جيل القوله ما كادو كعبته وذانت قبالك يلك عيلك لقى عبور درها دي وعلك كودي استوبة يا واثيني وإعارة فحلها بقدر حدك جابر وحكم إذا قرر إن ليس عارية فتيجا قارد جيلك وجرة إن الورالك هذوب بعد أدسيسه وحاكم إذا ومانحتها إلا إسماعيليو جيل في عم بقود الله يهرب دورا كويرمان وإن هالما لقى أتقب حسه نك ورالك أم أهل كقرابة أما معرفة الدرس كا جيلك قرن يا أما جيل بان الله ينبا هالما لا وين أدسيسه وإذا أنت يدي يا قبالك يدي يالك يدي بعدك أد عاريين إسا قود هذه بعد بحنا إيسا لقاه طبعا عريسن لقاه إرجسن مركي أي إرمان تاي وحلق إن لقاه ما شاء الله الربا وحمل عليها في سبيل الله قاعد عيش بقى لقاه الربا إن قاعد عليسه في سبيل الله وفي طاعة الله ده مسلمين دول هيان أورطا إسكت شو كتير كرمضة أنا ترى اللي قد دوله الله هدو قاعد كوكب بدنيا هاي ولا لك قاعد كحكسي هذي وسنك أبناين كذا مركز كدكت وقاعد علي ما أنا أسك هلا طبعا هو شو ما إحنا الله قيبي هذي رب يحكودي بولو امتحان يا هاي اسمه ذي أنت كلا جاج علي هاي إلى الدنيا ده وحوسي يا مدو جعلي هاي يو مدو سنج عليهم بق قال الله إنك حول بدن إلى مركز بجعلي عن يري حنرضى وأسك ساي الدنيا أكو خلط منا وحاسمه ذينا حقوق الإله أسك بعشا إلا إذا كان يوم القيامة نك جيل لها إذا كذي حق كبحين وإيمانك قيام مرك الله جاره بطيح أصيب أروخ لدي بط حوامه وإن أفلغو توره
ما هذا جيغه جوغو افكا بعاد كل لغو قلن ليا فررتي يقرك لغو دريا بوركا الا هذا اسحر من واي هذا وينو اللي حين جيرت زكادي بحين واي عرضا بورك بورك لغو دايا طلب يا وناكزان لهي بور بارسك دين هيا ما نك لك ربيح هاوي إنا من المجرمين منتقمون باتاغا بطح لها قيلي أول هابا لوسي حينيا أسقى حبض حبض يبربر لوطوريا فنبوري بالوردقة هيا بقاع ميل بنان قرقر سمن ميل بنان أو سمن بالوردقة هيا ونكرا ديرين هو هذا ميشو كار دير تاي وميل جودة تاي عقد تكاير اللي حن لهيد وحوا كوبة بالي لها ميس كاسو كار لو صاريا حال ربعين سيف عن لو فيريو فير النارت جدا بالله بطيحة بوجي حبط بالورد جاي أنك أسمع لها للإبل جيلي بالوسي حين يروح الورد جاي بقاع ميل بنانو قرقر سمن وميل دلشئي ميل سوكو سني ميل جود من عن لهين وسمن قيل حق أوديسة أوفر ما كانت مانك أبر بريد بالقدر هاي قيل مانك أحق بدنا إهل البكوس صدق كيلو وكف ديبا قيل القدر هاي أنتو قيل وصمر مانك أحق بدنا أوفر بدنا أيا قيل القدر هاي رتي مرك هادو كوكو استاقو بقول كيلا أيا هادو سوى شم بقول كوكو استاقو ويكلا دوانتا سو شن بقول دو كوجي زاسيد هرمن بهرمن برود كوجي تاعي بندقون رحم برود كوجي تاعي أوفر ما كانت أي أسمن ما كانت حل أبرب أقوى ما كانت أنت يصومرتي أي مدة كونها أنت يجترمانك أبرب ريد وحق بدنيد أي الله قد جايلنا هذا كنا محاولة قد جاي فنبوري حاضر بالقود جاي حقي اللي قصي حشي سب سب يسبر بالقود جاي سمن أيضاً محاولة قد جاي تانجيو شير بلاكت لا يفقد واي مهايو منها جيلي فصيلا واحدا قرب حتى لقى واي مهايو قرب فصيل هو النف الما يركي هو يدي كبقى فصيل كأسر كسلي هذا قرب عير حتى لقى واي مهايو كي عبد ودش حتى واسو تاعي سو انت لا تطأه ويكو استاج جيلي بكل استاج كل طمنين كلا دقي بنان كلا دقي بأخفافها أدين كذي سانتة ذو أخفاف وجمع خف وسانتة أدين كب بقفسين جيل ولي أركتين أيو صارية وتعضه الروح وحكو قنين وحكو قلع بأفا أف كذا هذا كوجي استعد كوجي جوج جوج زتو وحوي نقول الله هيدا وين كوعوني جيل ورنا باكوعونية الكذا أطع الله سيدي سيدي يقال جرتي داقسين تعونه يسوي حقا جتكو قا سيدي يالك بيساق ولا كعيس أنا الغزة طالع إسمع علين قرتيد كلما مر عليها أولها نفك أخرى مركز طوم مروه رد عليه وحال قسو علنا يا آخرها أخرىها كودن بي مركي كودن بي وكارد ماني يا القسو علنا يا أسود مات كلما مر عليها أولها كيد أخرى مركز مريت تاجو رد عليه وحال قسو علنا أخرىها كودن بي بمعنى وام حي انت اصل قوه ضيا مركو جيلو قوه دمرو قوه دقنينو كوغو تنتو هاشي ادن بيس مركو كوغو تمتو كو قنينتو يا لوغو سو ما جيري واخ كا دمانه ما جير ايرنست اي كادي ان اف عشيدا ملا في يوم كان مقداره 50,000 سنه مما تعدون روايه جابر اكو عدي صدق ما كو سو شيغي سدا وخا لوغو ديا في يوم مالين غديت باس روح سدا لو عذاب او جيلو كوغو تمن او كمري او كعوني او كقلعي مقدار وقدر كيسي او يهي يترديسو 50,000 سنة كنتم كنوا السنو مرقى الدنك الله فيري حتى يقضى بين العباد إلى أدوماه لك الحكومة سيدا لقوة لقوة عذابها هي وفيرا هو أركى الدنك العذاب يسبيل وجد كيسي ماشو النقن دونه مسينا دولي كتك النار بات كتكي مسا جنة كتكي الله قرن أيه إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل وحالي يا رسول الله رسولك إلهي ذهب إيا في الضوء إيا قيل قرانا أري اللهم بالكور رأي يقول فالبقر والغنم لو إيا أري نبع الله كور نكي زكي سبعين واي قال النبي حلو ولا صاحبي بقر من ضوء لم تشيره لو نقضه
ولا غنم أري حين رغد لا يؤدي أن بحين منها من البقر والغنم حقها واجب كل ولا زكاتها النبي وضع مرد الحديث كان أبو هريرة حقها كعامس حقوق بدن باجرتا زكاته حقها مثل حقوق أما حقه أوه ينوي حول الغيش إلا هدوجر الضون مسلمة أول جي أري الله وسن زكا كبحين إذا كان يوم القيامة آخر من كل جار بطحة ولودا بعاد لها لودي أريبا لودي غاية هالكا لوكا أريبا وروني لويدم حيكا كي جي إذا كدرا هدف راف غومروجس ويقول مات أرو هدار غمون ماها وأرو لسكو عذابها هي هدوو كاتقان أن راف كيسحوك يلين يعددي سماء بطح لها وحالو دم بعدنا يا نينك اسغا اي اسغا ها اي سغدا بخين واي بقاع ميل بنان قرقر سمن لا يفقد واي ما منها من البقر والغنم شيئا نفك واي حتى كغدون دلوا تاغين هي هدي بقولي وا جوغا دحسكي وا جوغا واخ كم قن مجرو واري مالينك اساس الى انت ادونك كد لغرغايي واخ ولبا وا كتاغين عروت هذه وارد حشة زكية ولي والولي زوما دي لقى بعين واي على قد بتها جاية ليس فيها وسن كتشرين بالنبي ورد أرجاس يلا قضاء جيزا معدي بس واللي سهردين هيا مش هردي بس عطية جيزا اللي زقليت عياذ بالله ليس فيها وسن كتشرين عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء ليس فيها أرجاكم تشر يلا قضاء لو عذابيو عقصاء مد جيزا رجن مد جيسيد حاجة أورجانيين، وانفلقن سوت تاجنين، عقصا وموقتها، ويرون طاي نف قادو جيسيد حاجة أورجانيين، أما صوع جيسيد حاجة جيران، فلقن كأذ كوجل ماي، كل جيس أطر بالقدر دقي، أرجع سماه جيسيد سوت تاجنين أدمود، سكارا أدمود، ساسا فلقن هاللوج سوت تاجي، يلاو يدوب يقيبه كمدة أدمود إن ليجاتك لون طوحك جلي. ليس فيها وسن كجرين عقصا أمد جيس الرغن كل جيسوز وسوف في قيه وسوف تجاي ولا جلحا وسنيان وكمجرد في سنيا أم جيس لهين جيس لاي معور بجبل جيس لاي كمجرته حتى يقاد حديث كما كان مرة إني بين شات الجلحاء وشات القرناء يا وذات الرحمة راو أدان جوجنو تجيب وعقولني المحل لها جلحاء معه تقن أيدونك جسلاي من دهنا بري جسلاي طيب إنه وسين يان دهنا وسلا ماين هذا جسلاي كمجرو كل وفي الجمال لقت تغي جس كان جسلاين جس الله سماهنا يا جس النارد بلقت تغي أول وسود وده في الجنة وسود تغي ولا جلحاو سين كمجرو ولا عطباء مد جس تبان كمجرو متجس كتبني أنا فلقيني أما قرني أنا مرها كل واجس لما يسترون في قنوس دي جس بعيدة عضباهم حياة جادين هم متجس الرجن عقصاهم أربعة عفوا عقصاهم متجس الرجن كمجرد ولا جلحاهم مدن جس لهين كمجرد سني سني جس لايس كذا محمد أنا ولا عضباهم متجس كتبنا كمجرد كل واحد ما يسترني جس أنا ملك كتبناين أن إين لهين أن قلوعين أم فور أسود تجنو في الجون ورماء أيها فرها لقى جلني معي قصة بين جيزان نوع عز الله ذي يارب تنطحه بقرونها ضاع إن لا كسرية أفسحة إن لا كرد بقية إن لا هصد جو يبنان تلبد واللغة تاني مشهورتان لكن أفسحه وحاول إن لا حركيه بكسر الطاء تنطحه أنا قلت تنطحه بعيد جان تنطحه وحي كهرديني بقرون الجيزه هذي بالله ذي يارب كهرديني يعني وتطأ وحكولا استاج اللود يا أرجو ننك زكذا بحين واي بأضلافها جمع ظل فن عدية هذه رافك عدية باللود كقوم مروجين جيس كان واي كتيم بن معقود ما جيل بشو دامي كلما مر عليه أولها كي أدم بيمرخ كذا ما ذو رد عليه أخرىها كي هري لجس عليا قل يا واحد وعكس مقلوب حديثك يوحى لوجدا كي أدن بي مرخو كمارو كي أهرئيه كماري بالسوء عين ليا هذا حين واسد أوي مرخو كي أهرئيه أوتاقو كي أدن بيينا
وكمرهاي أسقي بأكل فرعين هيو بالله يهوش أسقي بأكمري كدي من فايل بالوجوز وقلي سام بالوسع عن كل بق في يوم ما لين قديه باصار روح الله عذاب عيادا بالله كان مقداره قدر كيسو يهي ساعديس يسناديس 50,000 سنة كنتم كنوا السنة حتى يقضى بين العباد إلى الرب وكل حكماء الدمية سال له سوء عذابية فيرى أضنك أركو السبيل وجد كيس ماش وقد أي مآله هو ماش قد هذا الوعذاب عذاب يعذبكم مرد من إيه حقيقة قد بين دونتا إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل وحالي يا رسول الله فالخير نبي الله قرنا العاقة قرنا والذهب يفضل قرنا قيل لفهنا اللو إيا علي وركو دي عداء بل فرد كور قال نبي حلو الخيل ثلاثة فرده واصدح فرده واصدح رواية حديث أولي هاي الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل ثلاثة تكمل هذا ساقه الرئيس فرضه فرده دو حالوه قنتي إله وبركة إلى قيام ساعة خير باء الله قلي لكن فرضه واصدح يا الله سعوده يقول نبي قساس وقبطي الخيل فرضه ثلاثة صدح أسلوب الحكيم الأسلوب الحكيم بأن ليلة هذا نبي محمد فرضه زكا ما لقرب مثل لقم الرب نين هديث زكا لقرب نينك كبحين ويا محاو حكومة بي صحابه ويديين سؤال شو دو توس كأهيد إيه تقنيد نبي واكل لحضي ستة من بوغة جوابي أول ليلة هذا روح عاقل كحكيم كا مركو سؤال لو ويديو كان سائلك وحا أودان أي مركا أصغى خصيو كره الله ما سيفيري سؤاشي سي نبي قمر دي مركا فردسكا لغا ربائي لغا مر ربائي هورتا فردسكا يين صدح قيبات بين أودان كالا قبصة سيدا درت الحديث كان حنفية وحي ودلي شدان فرده الزكا لغا ربا جمهورتنا وحي دين فردسكا مالها فرد وقاديد لا يستعماله وهنتي أن آذ أطلق منه ترمينه إسكير وهو بيساند من اللي تروه قال لقو عبيه لقو اللي إسكير دفاعه حولها ترمي لأطلق ماها تركمانستان كليا لقو شاقا سيدي أرغينا أطلق مان سيو البطول أطلق مبطول مركا حولها النوع عاسي إلهي أدومه وعفيه وحب الزكاة لقا ما قادين صدرت الحديث ليس على المسلمي في فراسه وعبده صدقة واتقرن إيسا حديث بالنص أجر أحدث النص أقتمت حنفيد مركة تيلكو دواضة لقحوك بدأني هاي الخيل ثلاثة فرضوه وصدح هي لرجل فرضوه نوحي أيهين مسلمة أما المسلمة هاي وزر دم بأيه فرضنين كرنا قضى صدح من بمت كون قوي هي خيل كفرده لرجل أضن وحي أيهين وزر دم بمبك قادي وهي لرجل إن ستر إن أسترات بوي هنا عوردي سي عيب سكودا ورصدا وهي لرجل أجن إن أجري خير بوكهلا فأما التي هي له وزر فردها صوماها هي له وزر إنك الدم بكو أي عليس فرجل ويربطها فرده ودقي أوحدي رياء هلغو أركو وفخرا فانتا يهلغاشيغو يو النواء عليت المسلمين تقول عليت مي دن قلبك مالها وحول بدن بولي ودرجسين يا مركز فرد وحو دقان هيا اسم ميسن هيا هبل فرد بدن بولي هي انت سو فرس انت سو جمان هبل يهبل فردو لينك لازم له حول اسري كفانا فردي هاي جيل زو راعي جيل يا جمان بيدي جيرين جيل يا جمان باغا ود لغا كيناي قريها يا هولها غدال بكي يمادين فرجل ويربطها أحد فرده ونقضه من الوغوشير عري أما هيراري رياء ألغو أركو وفخرا فانفان ألغو شكشيغو ونواء عداوة النمى إي عرات يوضقنا يا مسلمين على أهل الإسلام تدخل مسلمين تقول على يتمي فهي له وزر ننك أسقع دنب بأطاه نافتدى دنب أه أيضا الدنب اللوغر ديك دقاقي دقاق وحي عنت وحاس أدنب الله حسابي بيه عبتو بات كي عنتو ماشا يمرتو قل قل انت يكو قل قل ميزتو وحو دن وحا لغا ديك دنب اللوغر ديك وأما التي هي له ستر أما فردها أو أن روح بن آدم كأسترادوه دور سني
ودتك قد درسن هي عورتي كو استورتو باهيس كو استورتو فرجل ويربطها فرضها احر يعني ودياريين با لو جيدا ودقدي ويهشاي في سبيل الله اله جدكي في سبيل الله معنى عام هذا لغا ودا شيء بنام بو اوغو تلغل مسكين اد كو عاوسيد اد كو هلغنتيد مالين على جرتاد علو اسكا دحيسيد اد كو سهانستيد خولاد كو الهاشتيد هشي فيكتي بن جوغدا كو سوخيشتيد فردو وي ديرايان حيوان كو دمبي كا ديرايان نينكاسي و خيو سميستاي او ود خولاد فردها ودقن اي وجه حلال اه ثم انت كدي بسو وجه حلال او سميستو او تبعداي لم ينسى ان هلمامين حق الله إلهي حق في ظهورها وقولها دبر كذا نين هذا اللي يروح هدي رتيق ما قوان كره هبلو فرس كذي جمان تادي بلكين أن مانت ما ي مسعونيس وحق الأولى يا جديد كدبر كذا لم ينسى أن هرب من حق الله إلهي حق وقولها في ظهورها دبر كذا أي في ركوبها أيضا إن لك جاهز صدو ضدك مسلمين تلقوا عا ويلك ضنتا ورهبلو ما أنت وحكى لماها إني فرس كيف لكن بلان قصة هنصني بلا هذا وعلوش يا جاي ما يريدون كفر دم حدو يلوم ويدي خلط قد إيه ذي ذا ولا رقاب يا قورت فرس حق اللي يقولها قورت حق القوم وين أيضا دق على يسو أيضا وإن لعل فيه بادي بيا لقدر رتيه لداويه فرسكو هل كيف فرس طبعا هل أدوا كدي بدني حق دق على إنتيس شيء والبشري وكقيمة بدنية وكدي بدنية فرس إلى الانتيسية نقال الانتيسية على الفنتيسية وسجد كسوها والله لي سوي أنا هلما من حق إلهي وكلها دبر كذي جديد كذي يولا في الرقاب أي في عيان أيضا عين تذي نقال كذي نولين تذي نوا حق واجب هذا قصارا حنفع ولا الرقاب يا وام عزك كذي دوي حنفع عندنا الرقاب عزك اللي كذا حديث قال لي حنينا جمهوري شافعية حنابلية مالكية ما يحدك حكوا عدي يدين إن فرضها لقربه زكو فاي انك اسغ نيو وناكسن كو سميستي حق يدينا اسك بحشا مسلمين تو كعاويه اسو كو دنايستا اي سنكا ان هلغا شيغو هلغو امانو عداوات اسلام ان اوغو مقنين فهي له ستر استرات بيوتاي بليه دي سوكو الى شدا باي دي سوكو الى شدا مسلمين تو حوغو قبطا وا خولها ددنتي لو يرين جرن بو ييش فهي له ستر اي عفة ويعني المسألة حكاك دورسون هيا باهدة توكسيغا بن آدم بريديسا هبلو فرس قادي عارية ما انت تروح ليه لايد انا اقول لها كوان اكسن طيب وأما التي هي له أجر ما متكسو معها أي أطهي فرضوه ايهين أجر كيه لاي فرجل نوي ربطها أدياري وطبع علي فرضها أما أحرحي في سبيل الله جد كيسي جدك إلهي لقد لأهل الإسلام إسلام كنا استعمالان وأسوقنا ك استعماله كدوله وعدو إسكاد دعيو مسلم أقوه هيليو قال كقدر نحيو أقوه طلق عليه فرجل ويربطها في سبيل الله الإسلام أقوه حري حق أقوه حري في مرج بير بقوه حري مرج وابير توين إجذ والبن أقوه ياله أسندوين فرجل وربطها كحر وكدير فرسك في سبيل الله جدك سأيو أصما يستي إلهي درتي بمعنى طاعة شيء بنان درتي يدبو أصما يستي طبعا وناكسن لأهل الإسلام تلك مسلمين وحكو عاوية أساق كوكا دال الإسلام وأهل كيسا كوكا في مرج بيربو كحري أما أسيندو كحري مرج ومركة وبيره ووين إرداق سنتالي إيو الروضة بير مرج روضة وإسكمت سادة الرواية قاركوت في مرج أو روضة باكتمت روضة أنت بضان مركة قيد يرات كاكو بضان قيد وينات كانوا واكو يرياه أما مرج قوة يسكد حتير قيدها وين بانا ولي باكو بضان فما أكل الوحي عنته فردها أي عنان من ذلك المرج بيرت أسيندادا أيضا أو الروضة أما بيرت أيضا أي كعنان عفوا فما أكلت معنته عفوا فردي من ذلك المرج أسندها أيضا كما عنت أو الرضا ما بيرت أيضا من شيء وحون علفة إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات بأيدي قنانيقة فردي أيضا إسكرد أفي أسندها تدكو هرارتا أما حالك دي تدكو حدا تسيد ديسو أما آد بيركو سيكو حدا أما دور إلها تكو حدو هيك كوركي سميل رسكو تالاتي راسكا أسكر روكتو
waxa walba cuntay ba ajir lagaa qoraya wixii caws ama calaf ama baadiye biyo ay goosato waa ajir ku socda illa haday jirto waxay beerta ka cuntay ama ay ka calfato kutiba lahu waa loo qoraya ninka muslimka faraska iska laha adada ma akala waxay cuntay adadkii baa loo qoraya xasanatun oo xasanad ah ajir baa loo qoraya wa kutiba lahu waxa ka loo qoraya adada awraathiha saalada ay dhigtay iyo digadeedina ajir baa loo qoraya iyo abwaalaha kaayadeedii kaayada xataa lagu qoraya faras adqanaysay 10 sano 20 sano intaas oo tan oo litir oo kaade uu kaaji waa miisaankaada ku fuulaya digadeedii saaladeedii sidoo kale waxay cuntay sidoo kale xasanatu walaa taqtacu ma goyso faraski markuu dhargahaada uu bardoodami uu bayraqi uu badboodi walaa taqtacu ma goysati walaa xadhigeedii tiwalku waa xadhiga dheer ee fardaha lagu xiro yaa tiwalka la yidhaahda iyo dameerahaba iyo xoolahaba walaa taqtacu ma goysati walaa xadhigeedii ma goyso oo fastanad ma boodo istinaanku hadda waa markuu farasku xadhigu kaf siiyo wuxuu bilaabay inuu badboodi ilan u xidhnaayo xaggaas wareeg uu arkay inuu lugta ka xidhan yahay hadduu goosto orod iyo bardooda ma bilaabaya bayraq fastanad ma boodo oo ma korto sharafan dalcad iyo taag aw sharafayn ama laba dalcad iyo laba taag kama boodo ilaa kataba allahu lahu cadada aathaariha raadka qaadadana lagu qorayaa adu maada rabin dawo inay xadhiga goosatay orodo inay halkaa ku joogtaad rabtay xadhigii bay goosatay way boodbooday ilaa waxay durduwa ku soo martay dhow kilomitir ajir kuu socdo wey adugu maada niyaysanahaad ilaa hadduu ay xadhig intay goosato ay dhowr goor orodo ama meelo badan ay soo marto kataba allahu lahu allah u qoraa ninka addoonka cadada aathaariha raadkeedii iyo saanteedii cadadkiisii baa loo qorayaa iyo awraathiha saaladeedii iyo degadeedii xasanaatin baa loo wa arwaathiha cafwan wa arwaathiha xasanaatin ajir baa looga qoraya walaa mara biha saaxibuha ninkii iska laha lama soo maro faraska nooca aha calaa nahrin wabi iyo fardaan iyo durdur iyo unfaraq biyo ka socda oo fasharibad minhu kama cabto walaa yuriidu asaguna uusan doonin an yasqa inuu waraabiyo ilaa kataba allahu lahu cadada maa sharibat xasanaatin adoo wato ay shalayba soo waraaya masaakaba waraabshay bay faraqi marka la maraama webigii bay iska cabtoy miigatay waxaa weeye ajirba lagaaga qoraaya adunaad lijaankaba ku dhufanayso diidantaa laga yaabo waa lagu qoraya umama niyaysanine ilaahay fadligiisay ka mid tahay asalka hore maxaa u samaystaa la fiirinaya niyadii hore u samaysatay ee u tabcatay fardahan maxay ahayd niyo wanaagsan idan waa israacaya attaabicu laa yufradu bixukmin wey raadkeeda iyo saaladeeda iyo xisaabaheedan dambe waa taabici wuxuu raacsan yahay daba joogaa tabcashadii hore iyo lahaanshihii hore iyo milkigii hore niyadadu maxay ahayd aada muslimiinta ku caawisid aadna aad ku dhowrsatid islaan aad wax ku tartibay waa lagu taasahay marka attaabicu laa yufradu bixukmin wey ilaa hadduu jiro kataba nin addoon saas ay farasku yeelo biyo iska cabbi uusan doonina kataba allahu lahu rabbi wuxuu u qorahaya cadada maa sharibat wixii biyay cabti cadadkiisa wa xasanaatin ajra loo qoraya qiila yaa rasuul allah waxaa rasuulka ilah farda garanay geella waa garanay loo iyo arya warkooda waa cadada dahabna iska badaa iyo fido bal dameera ka warar qiila yaa rasuul allah falxumuru dameeraha ka warnabi allow alxumuru alahliya loo jeeda zaka ma laga rabaa weeye qaana wuxuu ihi maa unzila calaya fi lxumuri shay ila hadi alaayatu alfaadatu aljaamica nabi wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam maa unzila lama soo dejin calaya aniga dushayda fi lxumuri ay fii amri fii xukmi lxumuri xukumka zaki ee dameera ku saabsan shayin wax xukuma layma sheegin laa aayad walaa xadiid ka hadlaya zakada fard ee dameeraha ma jirto ila hadi alaaya aayadan mooye alfaadatu goonida u baxsan alfaada almunfarida shayga shayga ka duwanee ka baxsanee ka soocanee duwanaha ah ayaa faadada la yidhaahda aayaddan fariidada ah aljaamicatu ee caamka ee ururisada ah axkaam badan bay ururisaa wey aayaddan cumuumkeeda in dameer la hoos geynba mooyeen nabi wuxuu yidhi nas gooni ooma hayo ila hadi alaayatu aayaddan mooyeen
الفاذة تقولوا وبحسن قولوا وتاغن الجامعة أرورسد أحكام بدون أرورنيس سكينيس آيض معيد النبي الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شذا سوي ننك السمية وحير خيرا وأركها يا آخر ننك السمية وحير شرا وهليا هدبا دميرا ننك دقانيا نيف قصد قيستا إذا كبحشة أما إذا كبحية إذا ذلك المسلمين تكعوي أجر كواكه رأي آيات ضعمك تزيز وحير وحكا سير باب الليلية الدمير وين هدان قصير ودمير هو قادي مال مال باب الله عنا مال يابا سيد الجيل وعنا عنا هدان هو اللعباء عنا هلوي بتركي وحقوق قالسن عنا هدميره ورقم هايزان تركيا ما كانت جوجتو انا اسكوبسو انا دمر عبد والله شيء انا اوغ فتي من بدن او بدن انا ادونك لا عبين ايغوي صدت عربته ور علم مركو اغونتو امر رجوبو او انا دم لو كوريو نينك دمر عاني كو كرامي لي كو خن نوقدا منحان بو نوقدا نحرنتا كتغتا أنت بدنا جيسي والنقطة دلقات كيسونا وحب النقطة ضمير عن وحب يرين أن وحب كريم بالنقطة نين خارج جاي إني من كريب من العباسي كريب من كلا جابيي يا وحلورن تري وحلقو سكريي أنا ضميرات أتكيسي يجيسي يدلقات يجيسي نيمو يوحاصلنا بس كدر سنيس عذر ربنا ويليين دم يروى عذر ربنا عذرها ما دام يكون بدينهم بشرعنا حرمتي إلهي بايا قالنا مصلحة ذين دم بن آدمنا دم ير الله مقشو وين الترمان ويدالان مين لما قادان ايزو ما يدارك وحي شرع وحرمت مبارك هذا بلقى قادابا ابن عباس حوري في سعيد بغض قرن يسان اي يأري صفيريبو ايقو أنتوا أري كودالو كودالا دور خبلو أري كودالو يو كودالا هذه قرن وأرجودا من كودالنا أفر يسديت بدالي لبيو توم بدالي لما عنا لما قشوا من الترم من لما جار وحكترم بدن حقنا كتر يحون وكتر تريير لما أرجع أي إذا أنت كورا إذا الرياح حقو بالدرات كرياح لا نمرين سيدا ما هاي إذا أنت كورا لام بكورا لا أيه هل كدانا محورلي أفر شير لحلا ما أنا يصير أنت ده اللي يتبهر مرة لهايا أما سيدي شير نف كنت ده إلى أريكا أيه سو هالمرة كورا لهايا بحسين لما هاي لما عنا لما علفظه ميلو كوبا لما يقان إلى بركة كقار أرو مانتو جزنا ميتشان ودواعة رح دواعة بحي وإذا كبرت الله دل تاجن أو الله بحني أو اللوجي وعور هرك هذا حيوم مسجوا يدور نفبة تالا مرتي برت الله كما قالوا أدون كحوله جون أربعة أبدان بركة مرك ما أزاد ميزانه أدون يوم عايد يلي بركة بدنك هو ما تغذي أدون يبدنك كوما دغد بركه كو دغدا وحير الى هذو سنه كو غليو كو بركاي ادا كفيعه وحول بادا دامهي متفق عليه وهذا لفظ مسلم وامامك لفظ هذا انه شيخنا ولفظ مسلم الامام ابن كلورن جريا ابن حبان مكو حديث كوريي لفظ النواء ودعين فسره ربطها رياء وفخرا والنواء انتبو فسره وحور النواء الكبر والخيلاء واسلوينك اسقاط قاتك في غير ذات الله إله درتنا أنك هاي. ذات كبر سنك تاجتو سقط قادو. هول الدنيا قد كبرتو. مداوي مدو النبي وكه الله. والكبر والخيلاء في ذات الله محمودان إذ هما فرح بالطاعات. وتانك الفرح بالدنيا بوري. لكن إن قد كبرتو سقط قادو. أذو مركه الجمع يا أما جهاد يا أما قالوا قوسنا يا غصمرنا يا. وحول أيده أجر بلغا قرية. كبيركم ميلو أجر يهي وخير يهي بأجر
isqaad qaadku isan taagu iyo kolba faraku istaagu meel la jecel yahay baa jira oo cadowgaada dhuuxsada lagu subkadaa maray fiican tahay baa jirta saas uu kala qaaday ama kibirka iyo khuyaalaha reeban waa wixii adduunya ku lug leh wixii diinteenna iyo kor u qaadideedi iyo gaalo dulaysigeedii iyo muslim bilidii iyo kor u qaadidii iyo gobonimada ku saabsan ajir baa la iskaga qoraya sidaasuu yidhi xadiidkii jaabir ee isla baabkan ku imanaya waxaa ku yimid markuu nabigu ka hadlay ruuxa zakada bixin waaye ee dahabkii zakadiisii iyo fidadii zakadeedii iyo geeli zakadiisii iyo lo'dii iyo adhigii zakadoodii bixin waayey markuu ka hadlahayay ilaa jaa'a kanzuhu yowma alqiyaamati shujaacan aqraca yatbacuhu faatixan faah nin walbo xoola iyo hanti ulaa zaka ka bixin waaye aakhara markuu tago xoolihiisiiba waxaa loogu matalaya looga dhigayaa abeesi iyo abris iyo masuwayiin oo afka saa u kala haya oo ku daba istaagan oo meel walba kuu daba taagan oo ku daba ordaya waad ka carari meel looga baxsan ma jiro war xoolahaadi baana maxaaga carariba ku dhihi maskiba hadli abaasida afka la haysay ee malabsanaysay ee jiriqda ku haysay icdiha lisanaysay waxa ku dhihi xaggeed u carari geelaadi baan ahay dahabkaadi baan ahay fidadaadi baan ahay doolarkaadi baan ahay shilinkaadi baan ahay riyaalkaadi baan ahay xaggeed u socotaa masagadaadi baan ahay gelaydii baan ahay waa misirkii digirtii oo masi abeeso noqday banka qiyaamay saa kuugu cadhisan nabigu wuxuu yidhi adduunku markuu meel uu gala waayo yuu dhihi bal maalka waa maalkan indhaha isku qabo qabo markaas intaa gacanta afka la galay roogi gacmahay kaa roogi mas riwaaye ko xadiidku uu leeyahay xadiidka abi hurayra man aataahu llahu maalan xadiidka hadda abrunaynu hayno man aataahu llahu maalan falam yuaddi zakaatahu muthila lahu yowma alqiyaamati shujaacan aqraca lahu zabibataan يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بهلزمتيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك نقول عليه الصلاة والسلام نو والبوه انتو لها زكاة كبعين واي مالك يا مركا لقارو مسوي والله بدا كوت كولا برمد مدو أما قيس سالة أيها كسور استيقونا مالك هذبانا هاي وكو عجسان إياه مركاسو كلسو قاري لقنتو اسكاكا دوبي ربنكو كاعون إياه labada daan buu ibar ka dhigaya hilibka ka dhamaanaya haddana waa buuxsan saasoo ku cunaya meel waana ku ceejinaya maruu ku cunayo maruu ku cantoogayo maruu yidhahda maalkaadi baan ahay maxaad sugaysay marka ma inay abeesooyin naar naareed idin cunaan baad doonaysaa mise zakada waad iska bixinaysa zakada iska bixiya zakada iska bixiya xaqunaaska iska ilaaliya geeli iyo loobaa laga hadlay iyo xoolo rood ninkii 12 iyo 14 dabaq dhisahayay ee guryo dhisay iyo dhulka ganacsaday zakada bixi waa ka warrama asagu maxaa beerka lagaga fadhiisanaya ya maadir jaamacu bal hal iyo waxaa laga hadlayay xoola lagu seexine 12 biyaana lagu seexinaya dhulkunta lagu gelinaya zakawaadka iska bixiya xoolo yarir buu nabigu idinku mithaaliyey dhulkaa ka daran dhulalka zakooyinkooda iyo guryaha dhisaysaanee 12 dabaqa in zaka laga bixinaynin waad eedaysaan waad soo marteen markaynu ka soo marnayno dulmiga baabu dulm hal taako dhula ninkii dulma hal taako oo dhulaa ruux ka dulanto xaqunaasaad qaadatay nin guri dhisay oon haltaaka maanta dulmayni waa yaryahay nairobi ogaadaada nin guri dhisay intaan ka warqabo oon taakiya ka badan ummadda aan ka dulmaynin waa yaryahay in la helo maxaa ugu yarad ku fahmaysaan dhulkaa lagu cabiraya waa la yaqaanaa xogu laalush baad bixin hal mitir baad ku darsanaysa hal mitir labada guri ha kala durkaan baa 2 mitir 3 mitir mitir yaa badh baa la isku xidhiidhiyaya taaka mee mitiraa la dhacahaya xogow shilimaad bixinaysaan kuwa khaa'imin oo corruption meel aan dhexda joogaad maraysaan dowladdu ma ogolo nidaamku ma ogolo bini aadamki degaya dan oo ma aha caafimaad kuma jiro kuwii degahaya iibsana waa dulanteen dowladdana waa dulanteen waa inta idinku yar zakadiisi ka warran kaba sii daran balaayiin intii laga helaan waa laga sakeynaynin guryaha la dhisiyo falaadiyo waxaa loo dhisay marka horeba in he la sii gado waa la sii gado lagamana sakeynayo
loo iyo cadhi baad baashu taagan tahaye aakhara waxaad arki doontaan hee 20 dabaqnimay cayirsanayso inay luqunto ugu jirto iyo inay ku galgalaysid geeri ciyaadan billah iska ilaaliya dhulku waa saddex qaybood dhul adigu aad u tabcatood u samaysatay aad dagtid oo wax ganacsi ah shaqo ku lahayn laguma haysto zakat laga baro guriyaha adigu aad iibsatay ama aad dhisatay ee deganka ugu tala gasho ee adigu inaad degto adiga carruurtaada iyo adiga ahalkaada qaraabadaada ahalkaada aad degtaan waa baytu lilqunya waa guri kayd waa hanti ma guuraan zaka lagama rabo qaybta labaad waa guriyaad u dhisatay aad kireysid hala dugo Soomaali ka kire madow ka kire kiraad ka urursatid ayaga dhulka aad sii gadid ama falayda aad gadid ma aha qorshahaad waa maxay hanti ka dhigo adaa iska la dabaqan dhistay adaa iska laakiin kiro guriyaha lafahooda zaka lagama rabo laakiin wixii ka soo baxa heen dahab iyo fido ay ku xugumiyeen wixii ka soo baxa lacagti aad ka zakan jirtay maxaad kaga zakan jirtay 2.5 rubuc ushur baa laga rabaa wixii ka soo baxa hadii intaad meel dhigato nisaabna ay gaaraan hawlo u soo wareega hantida zakaa laga rabaa hadaad biilato masaakiin u kala dirdirto waxba uu soo meel ku dhigmin waxba kuma haysan warkaas war cad ma ah hadalka markuu ii socdo ayaga kala goynina markaan ka dago ii imaada qaybta saddexaad inta waxa ku dhiman sumaydan fahmin qaybta saddexaad waa dhul ama qorba u iibisa aad si iibis dhulkan aad ku daadatay maaratay Nairobi marka laga baxay falaydaha la dhisay iyo guri aad u soo gaatay aad si gadgadid ama tafariiq ama jumlo zaka laga rabo niyadadu maxay ahayd markaad iibinaysay ba aad si gadgadid ka sii faa'iidid ama jumla ha noqdo ama tafariiq ha noqdo ama dhul banaan ha noqdo ama dhis aday ku tala zakaan ka rabna oo ah uruudu tijara dukaamaha bagaashka lagu iibiyo iyo garbasaaraha ku xugumiyay warka miyad vante sanadku ma ku dhamaado wixii kaashay yaala iyo faradii wali aan ku gadmin dhulku wali aan gadmin ee sugeysa birri ka ma inaad iibiso ee sicirku inta ku kacay aad salax waatayneyso waad ku qiimeyn dhulku meequu galay 20 مليون مخان كاشو هيا 1 مليون اسكو در 20 يكون مليون مركز زكينيس سيده بديعه لو قيمينيا وركا معاديه ما سمعت معادلي هو يا ورو هيا والله هيا هذا فقير نبل دمن هيا سوق عبد الله حالي دولك كوارن كو اي كو دو فديما اي امام سودا وركاد كل امام نجي كل تبع كل سجاد هيا بشي لو من يصدح مني ما كسوك شاف وات وهي سوقنا الله كبح وكلك وهي كذا ما لك موسيقى اللي meelah kale gasha laga gaskeenaya agay si galeysa aw shama jirta show suuqi si soo gelin mahayo guri wixii ka soo baxay soo suuq kale iyo ganacsi kale iyo ma ganahay ganacsi kale duugal iyo ganacsi kale labaad baan ku dhagana hadii laakin uu sii calfanahay waxba uma haysan hadduu anti kale ma guurana gashanayo waxba laga marabo لكن قناعسي كلي قليسا قناعسي قاسي لقا قزا كيني انت بدن ساسي سميان وحايسو هاري كتاب الزكاة انت سوكو اقيا هاي شركته انا وحيار انك ادارة شركته واسد حقيبوت شركة تجارية شركة صناعية شركة خدمات بان لي ادارة قولوا لك انا تفانتين بان امالينية حوله النور لحالات صوف فانتين ابو جعنا فافاين تقول له نقضا ايدي حولها النور لعقها بدي عادي قناعسي guriyihiin caawan ku khulaaseeyay maxay isu haray shirkadka
shirkadu waa saddex qaybood: shirka tijaariya iyo shirka sinaaciya iyo shirkatu khadamaad baa la yidhahdaa. Shirka khadamaad waxa weeye waa shirkada aan zaka lahayn, oo waa maxay? Ayadu wax ma gado, waxba ma iibiso, dadka adeeg bay u fidisaa, adeeg gaaban bay wax ka heshaa. Sida shirkadaha diyaaradaha oo kale, diyaaradu waxa bay gadaan, waxa ma gadaan? Tidko waraaq cadayn maxaa kaa gadee? Waa nafuushu ku leeyihin tunkun bay kaa gadahayaan. May waxay kaa gadeen, waa khidmay kuu sameeyey, way kuu adeegeen keliya. Badeeca ay kaa gadeen miyaa jira? Badeeca ma jirto. Yaa kursi lama gadeen, kursi meesha weli ku yaallaay. Nairobi baan kaa qando, Garissa baan ku geyna wey. Shirkada noocaas sikato khadamaad baa la yidhahdaa, ee adeeg ay kuu qabatay wax kaa qaadanaysa. Adeeg bay kuu qabatay waxbay kaa qaadatay. Basaska waaweyn baa lamida ee idinka daldala ilaa Nairobi, ilaa Eldoret, ilaa Bambasa, ilaa Madeira idin geeya. Shirkada noocaas shirkatu khadamaad baa la yidhahdaa, adeeg bay fidisaa, adeegay mushqayad ka qaadataa. Shayga lagu adeegaya diyaaradda iyo gaadhigiisa ka lagama rabo, laakiin waxay kaa qaaday hadduu lacag yahay oo meel uu ku ururo, xawla u wareega, nisaabna uu gaadho, xageed marnaysaa? Meeshii lacag la marin jiray. Taa waa iska dhib yartaa. Shirkada maxaa loo yaqaanaa? Shirkatu khadamaad. Yaa kargooga waa isku mid, nafsa shay kargooga. Meesha dadku unbaa laga dhiga alaab laga dhiga. Cabdullaahi, adugu sida adugu beriya meel shirkada samaysata rabtaa? Shirkada labaad waa shirka sinaaciya la yidhahdaa. Shirka sinaaciya waa maxay? Waa shirkad wax soo saarta. Mashiin weyn baan soo qaatay, Chinaan ka soo waariday ama Jarmalka, meeshaan keenay, ugaali baan soo saaraa, bur baan soo saaraa, saabuun baan daldalaa, dhar baan idin sameeyaa. Shirkadan sumadaare kamareesha waaweyna ayagu alaabtuun soo saaree suuqa geeya. Shirkada maxaa la yidhahdaa? Shirka sinaaciya waa shirkad alaab samaysa, alaabtay samaysa suuq geysa. Saliida ha noqdeen, baadiya biyo, cunto, dhar, wuxuu doona ha noqdo, gawaadhi ha samayso. Shirkadaasi lafaheeda iyo qalabkan wax samaynaya warshadaha waaweyna qaaliga ee balaayinta ku fadhiya isaga lagama rabo. Maxaa isaga laga rabaa? Badeecadan ay soo saartay, u soo saartay inay sii iibiso. Tana curuudu tijaari, tana ku xukum tahay. Asalkeedaan zaka lahayn, laakiin waxay soo saartay ee la sii gadayay wuxuu la mid yahay dukaamihiinni, badeecadii taallay bay la xukum tahay. 2.5 laga bixinaya. Shirkada saddexaad waa taqaanaa, waa shirka tijaariya. Waxbay soo gadaa, way sii gadaa. Waa hawlihiinada shirkadaha waaweyn. Hadda aad islii ku leedihiin dhararka ka shaqeeya, wax walba ka shaqeeya, kuwa galleydii masagooyin ka shaqeysa, soo gadee, sii gada. Waad soo gadaa, waad sii bixisaa, waad soo gadataa, waad sii iibisaa. Iib iyo gadid farqi baa u dhexeeya. Gadashadu marka adugu soo gadanaysa way, iibkuna waa markaad sii bixinayso. Beyc iyo shiraa bay carabtu u taqaanaa, gaaladu maxaa tiraadeen? Buy and sell. Laakiin soomaalidu way isku khaldaan, ma kala yaqaanaan, way kala yihiin soo gadasho iyo sii iibin wey. Shirkada noocaa shirka tijaariya la yidhaahdaa, warkeedu waa iska cadyahay, curuudu tijaara asal waa. Shirka sinaaciyana waa idiin sheegay, shirkatu khadamaadna waa idiin sheegay. Maxaa soo hadhay? Xoolihii noolaa, haddaad ka ganacsato ma sidii xoolo nool baa looga zakay, sida badeecadii baa looga zakayn. Jar baan ka shaqaystaa, dibi baan ka shaqaystaa, adhi, lo, geel, xoolo nool baan ka shaqaystaa. Marna North Eastern baan ka keenaa, Nairobi baan ku gaaciyaa, ma waan kala shubaa? Ayadna waxaad uga zakaynaysaa sidii curuudu, sida badeecadi baa looga zakaynaya, sida raajaxa. Intaa waa khulaasada guud. Cabdullaahi, warkaadi intaanan ka bixin ashir, maxaa jiri? Hay waad
ku celi miyaad fahanteen warka wadaadka saa wax kala fadhiya baan u malayni ku celi maxaan lagu maqlee wala fadhiya maxaad ka wadaa dhulka waxaad u iibsatay marka horeba aad sii gadid suuqi baa xumaaday ayee shaaficiyada xanaabilada xanafiyadu waxay leeyihiin sanad walba dhulkii wuu qiimeynayaa wuuna ka zakaynaya jumhuur ahlicilmi dhulka noocaasa eed gaday eed usii aada iibsatay eed usii aada u gadatay inaad sii gado sii iibiso ee kula fadhiistay ee sanadka wax ku weyday sanadka dambe wax ku weyday ee kii saddexda ku weyday maxaa la sameeyey shaafici waxay dhaheen iyo maalikiyo iyo cafan shaaficiyo iyo xanaabil iyo xanafiyo saddexdaa madhab waxay leeyihiin niyadeedu marka horeba hadday ahayd iibso oo sii iibi gado oo sii gad ama markaaba ha kaa baxo ama ha kugu daahee waa un dukaankii badeecadiisoo marna daada marna suuq fiican ku heshee sanad walba markii la gaadho baad qiimeyni maanta haddii uu suuq yeesho oo la iibiyo dhulkaani muxuu geli lahaa hadduu maanta adoon raba ii yimaada muxuu geli lahaa niman yaqaano waa qiimeynaya qiimahaasaad ka zakayn sanad walba ra'yu aljumhuur sidaas weeye maaliki waxay leeyihin tafsiil baan gelinaynaa oo maxaan leenahay maaliki waxay dhaheen hadduu dhulka u iibsaday aad hantidaada ku dhowratid kaash badan buu haystay akoonnada hadduu dhigto wax ka baqay in laga farsamaysto bangiyadu beryahan dhibkooda waa batay guriga hadii hadduu dhigtana wuxuu ka baqay in tuug usoo dhacday imtixaanka qoliyo guryaha faqi jiray wuxuu intaa lacagtan hayn lahayd dhul geli dhulkaasi iska joogo markuu 10 sano 5 sano uu qiimihiisu cirka caddayso saa hadday tahay niyadiisu wuu iska joogay sanadku iibiyo dhulkaa faasixun ba hal mar ka sakayn bay dhaheen maalikiy oo dhulkaani maahan dhul tijaari ee wuxuu ahaa dhul lagu hanti dhowranayay oo lacag lagu ilaashanayay qasadkii wuxuu ahaa hantida ku shub waa hanti magunha kuu joogo aada alla maalinku dhimbil noqda iibso tijaara sii wad ma ahayna hawshiisu hal san un baa laga zakayn bay nimankaa dhaheen waad iska sugi 10 sanaa kula yaallo zaka malaha 5 sanaa kula yaallo zaka malaha sanaadkaad iibiso yaad hal sana ka zakayn bay dhaheen haddii laakiin niyadu ay ahayd dhulka iibi gado haddana sii gad oo haddana ka sii soco waa hawl kuu socoto kugu yar fadhiisatay zaka laga raba kal jumhuur bay dhaheen sanad walbaa laga raba adaa marka kale sheegii cabdullaahi waxaad u jeeday ma ku hanti dhowrinayso hanti baad dhulka ku ilaashanaysa mise badcaya tijaara saxad waddo xoogo suuqun baa yar xumaaday suuqu marna waa xumaada daalic naasilka waa iska jiraa qolyana wiy bakaaraha fadhiya waa ku rafaadsan yahay hawsha ayada ah marka adag hadday kugu fadhiisato culays ba lahaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam marxab maya zakada si fiican baad u rabtaan waxay ugu xaqalin ii keena maxaad ar gooni aan ka qabtay haddii kale intaa idinku filan ya calaykum salaam kuma fahmay shee axmedow maxaa tidhi dhul weyn baad iibsatay haye haye qiimihiisa sakadaha baad goonoga haye haye
masaajidka iyo dugsiga adaa aakhare oo la baxay anagu zakadi waa kaa rabnaa saa oola soco waa waqaf adoo la baxday oo khayr oo aakhare aad u baxsay sadaqa jaariya kamana noqon kartid masaajidkaad bixisa xataa kama noqon kartid mar hadduu kaa baxo ma agmari kartid intii adigu kuu soo hadhay ee 75ka ahayd yaan zakadu ka rabnaa marxaba ya digaag digaag miya ilaawe da kalluunka ka waraasow kalluunkana maa sheegtid kalluunkaaba dagaadka ka qaalisana marxaba daynta kaa maqan waa laba qaybood cinda ahli cilmi dayn aad ka samirtay oo mid khayr beela oo qofal marjaca oo laga samra ah waxaa la masitaana kaa gashood ka samirtay inay tahay iyo inay tahay dayn aad ka raja qabto in lagu siiyo ninku haba ku mermeeriye labada mid weey dayn aad ka raja qabto hadday tahay inaad hesho ama laguu keeno waad xisaabi xoolahaad ku xisaabi matalan 10 milyan baad haysataa 5 milyan dayn bay kaaga maqanta waa lagaa qabaa dayntana waa dayn aad rajaynayso inaad hesho haba daahdee 15 milyan baad ka zakay kaashka aad haysatay iyo daynta aad rajaynayso inay kuu soo xarooto xoolo aad leedahay baad ka soo qaadi oo gacantaada ku jira waad ka wada zakaynaysa hadday tahay dayn laga samray ood ka samirtay oo rajo la'aanana waad iska goyn ma xisaabaysid inta marka aad gacanta ku haysayo daynta aad ka rajo qabtoon baad isku dari ood hal mar ka zakaynaysa sanad walba ma kala gaadho haddii daynti aad ka samirtay aada alla ay kuu timaado ninku intuu soo waansado ama tolo hadlo uu kuu keenana marka ay gacantaada soo gashaad hal sana ka zakaynaysa zakayada baad ka jaraysaa dayntu waa sidaa daynta la xisaabsado daynta aad sheegtay bay xusuusisay daynta la xisaabsado dhagar badan baa ka jirta qolihiinan ganacsatada ee zakeeya waxaa hadii intaasaan leeyahay intaas waan hayaa intaa dembiga maqanta ii xisaab intaana anaa laygu leeyahay ka go xoolaha ka godaasi waa khalad oo sidaa u duuduuban waa khata dayntu zakada ma mancidaa mise ma mancido oo hor istaagtaa ma laga reeba markor oo muranbaba ka yaalla oo fuqadu waa isku maandhaafsan yahay afarta meed waa taqaanaan soo gaabiye daynta la xisaabsanayo eed xoolahada ka jaraysa ee leedahay 20 milyan baan haystaa 5 milyan oo dayna waa lagu leeyahay 5 milyan ka go 15 baan ka zakaynay aad leedahay daynta waxaa shardi ah in waqtigeedi aad bilada u taagan yahay marka daynta aad xisaabsan eed iska goyn xisaab inaad iska reebta ah ood xoolahada ka reebta ood inta kale ka zakaysa markaad u xisaabsanayso waa in xilliga aad zakaynayso ayadna xilliga la bixin laha uu yahay matalan bishan aynu ku jirra sebtembar baad zakaysaa tusaalaan ka wada malaayiin dayna lagugu leeya laakiin sanadka dambe aynaad bixisaa ma xisaabinaysid xoolahaadoo dhan baad ka zakaynaysa maxay waa dayn aan la gaadhin xilligii lagugu lahaa ayaad bixin leed aan la gaadhin daynta aad xisaabsanaysaan eed ka jaraysaan xoolihiinnii ee dadka aad ku siraysaan shardiga cinda ahli cilmi waxaa weeye dayn waqtigeeda galo xaalo ah dayn mu'ajjal ah ma aha dhagartaana la iska ilaaliyo wallahu subxaanahu wa tacaala a'lam xilli kale ka dhiga cabdirasaaq waasha iska wadaysaan idinku